السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة طالبات دبلوم المدارس الثانوية التجارية والفندقية، معادنا النهاردة مع حلقة جديدة من مادة الحاسب الآلي. وإحنا في حلقتنا اللي فاتت خلصنا جزء البرنامج بتاعنا، وأنهينا وقلنا الحلقة الجاية إن شاء الله هناخد تدريبات عملية. طيب نبدأ على بركة الله كده، ركزوا معايا عشان الحلقة بتاعتنا النهاردة دسمة شوية وفيها شغل وتدريبات عمل كتير، فياريت نركز مع بعض من أول الحلقة. تعالوا نشوف حلقتنا النهاردة هتتكلم عن إيه. أول تدريب هناخده النهاردة مع بعض، التدريب اللي قدامي ده يحتوي على الحقول اللي قدامي، كود الموظف واسم الموظف والفرع والمرتب، بيقول لي من البيانات السابقة المطلوب. أول مطلوب عندي بيقول لي إنشاء قاعدة بيانات جديدة للموظفين، عايز ينشئ قاعدة بيانات باسم الموظفين. وتاني مطلوب عايز ينشئ استعلام يظهر بيانات الموظف الذي يزيد مرتبه على 3500 جنيه ومن محافظة القاهرة. والمطلوب اللي بعده بيقول لي إنشاء وعرض تقرير مصدره الاستعلام السابق مع الفرز التصاعدي على أساس حقل المرتب. وبعد كده برضو عايز ينشئ نموذج يقوم بعرض الجدول يحتوي على زر لعرض التقرير. ركز في كل نقطة المطلوب مني فيها ايه عشان واحنا بنحل احل المطلوب بالظبط. تعالوا نقسم مع بعض كده على مهلينا خطوة بخطوة التدريب، وهنشوف كل جزء ايه المطلوب منه ازاي اقدر احله على مهلي من غير ما اغلط باذن الله في اي جزئية. اول مطلوب عايز ينشئ قاعدة بيانات جديدة للموظفين، هنبدأ ننشئ قاعدة بيانات باسم الموظفين. تعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي على الجهاز. قدامي اهو البرنامج من تبويب فايل، وهختار منه التبويب نيو، اتاكد ان انا واقف عند نيو، وانشط بلانك داتابيز، اتاكد ان انا منشطها، وهاجي عند فايل نيم اسم قاعدة البيانات، وهختار اكتب اسم الموظفون، وهاجي عند الفايل الاصفر ده لو عايز اختار المكان او اللوكيشن اللي هيتحفظ فيه، وبعد كده اقول له كرييت، بيقول لي في اسم، خلي بالك نفس الاسم، اقول له يس استبدله لي، انشا لي قاعده البيانات باسم الموظف. طيب بعد كده هجيب عرض التصميم، وبعد كده هسمي اسم الجدول اللي هعمله وليكن باسم بيانات الموظفين، وهدوس اوكي. عمل لي الجدول زي ما انتم شايفين قدامي اهو. هاجي اكتب عند فيلد نيم اسم الحقل اول حاجه، كود الموظف، ونوع البيان نمبر رقم، اللي بعده الحقل اللي بعده اسم الموظف ونوع البيان تكست نص، والحقل اللي بعده هسميه الفرع وهيبقى تكست برضو نص، واسم الحقل اللي بعده المرتب وهخليه طبعا عملة كارنسي. يبقى انا كده عملت الحقول اللي قدامي، وبعد كده خلاص اتحفظ البيانات معايا. هجيب داتا شيت فيو وضع عرض البيانات، وهبدا في كتابه السجلات. اول كود عندي للموظف وهو 1201، واسم الموظف محمود ابراهيم، والفرع الجيزه، والمرتب 3500 جنيه. السجل اللي بعده 1202، واسم الموظف ياسمين صابر، والفرع عندي القاهرة، والمرتب 4000 جنيه. السجل اللي بعده 1203، واسم الموظف أحمد محمود، والفرع الفيوم، والمرتب عندي اللي موجود 3000 جنيه. والسجل اللي بعده عندي 1204، واسم الموظف منى محمد، والفرع اللي موجود فيه القاهرة، وحقل المرتب عندي 4500 جنيه. آخر سجل عندي في الجدول 1205، واسم الموظف سامي محمد، والفرع القاهرة، والمرتب عندي 3000 جنيه.
يبقى انا كده عندي مليت السجلات عندي في الجدول اللي مسميه بيانات الموظفون. وبعد كده قدامي انا حليت اهو زي ما انتم شايفين اول مطلوب ببساطة جدا وسهولة، عملت قاعدة البيانات زي ما احنا شفنا وسميناها باسم الموظفون، وبعد كده عملت الجدول ومليت السجلات على حسب ما هو مدهاني في التدريب. تعالوا نشوف المطلوب اللي بعده هنحله ازاي. المطلوب اللي بعده بيقول لي قم بإنشاء استعلام يظهر بيانات الموظف الذي يزيد مرتبه عن 3500 جنيه ومن محافظة القاهرة. يبقى هنا نركز مع بعض، قايل لي شرطين. الشرط الأول هيظهر لي بيانات الموظف اللي مرتبه فوق 3500، والشرط الثاني إنه يكون من محافظة القاهرة. يبقى نركز في كل جزئية وإحنا بنحلها. نشوف هنحل الجزء ده إزاي على الجهاز. هضغط على تبويب كرييت إنشاء، وهختار كويري ديزاين، وبعد كده هيظهر لي اهو الجدول مفيش غيره بيانات الموظفين. هدوس اد، ضاف لي الحقول بتاع الجدول اهي. هبدأ انزلها عندي تحت، هضغط عليها دبل كليك شمال ضغطتين، بتنزل معايا. اخترت الحقول اللي انا عايزها تظهر في الاستعلام، وهاجي عند الجزء اللي هو الكرايتيريا المعيار، وتحت المرتب هو قايل لي ان اللي هم المرتباتهم فوق ال 3500 جنيه، بقى هعمل علامة الأكبر و 3500. وهاجي عند الفرع هو قايل لي برضو الشرط التاني انه يكونوا من محافظة القاهرة، بس نتأكد ان احنا بنكتب الكلمة بالظبط بدقة. وهضغط على رن، ظهر لي اه فعلا اتنين موظفين اهمت من القاهرة ومرتباتهم فعلا فوق ال 3500 جنيه. يبقى احنا كده عملنا الاستعلام وحليناه. وهضغط على أداة السيف الحفظ عشان احفظ الاستعلام اللي عملته، وليكن باسم استعلام واحد، وهضغط اوكي. عندي اتحفظ معايا اهو في النافيجيشن بين في لوحة التنقل على الشمال. كده انا حليت المطلوب التاني واللي هو انشاء استعلام يعرض الموظفين اللي هم مرتباتهم فوق ال 3500 جنيه، وده الشرط الاول اللي طلبوا مني. الشرط التاني ويكونوا من محافظة القاهرة. تعالوا نشوف المطلوب التالت هنحله ازاي مع بعض. تالت حاجة إنشاء وعرض تقرير مصدره الاستعلام السابق مع الفرز التصاعدي على أساس حقل المرتب. تعالوا نشوف مع بعض على مهلينا هنحله إزاي. طالما قال لي فرز تصاعدي يبقى نركز كده، فرز تصاعدي وعلى أساس حقل المرتب. نركز في كل نقطة. قدامي أهو هضغط على كرييت، تبويب كرييت، وهاجي عند ريبورت ويزارد معالج التقارير، وهاجي اتاكد ان انا عامله هو عند الاستعلام رقم واحد، وضفت الحقول كلها وقلت له نيكست نيكست. وهاجي هنا هو قال لي رتبهم لي تصاعدي على حساب المرتب، وهسيبها اسندنج اهي تصاعدي زي ما قلنا. وهضغط نيكست نيكست. هنا بيقول لي عايز تسمي التقرير باسم ايه، العنوان بتاع التقرير، وهقول له تقرير رقم واحد، وهقول له فينيش. انشا معايا التقرير زي ما انتم شايفين عندي اهو، وظاهر في النافيجيشن بين قدامي على شمال الشاشة. ده التقرير اللي احنا انشأناه. هو قال لي انشئ تقرير عن طريق الاستعلام السابق وسميناه تقرير واحد، وقال لي رتبه لي تصاعدي على اساس اسم او على اساس حقل المرتب. تعالوا نشوف المطلوب اللي بعده. المطلوب اللي بعده بيقول لي قم بإنشاء نموذج لعرض الجدول يحتوي على زر لتعرض التقرير. يبقى هعمل مطلوبين في المطلوب ده، نركز فيه كويس جدا. هنشئ الأول نموذج، وبعد ما انشئ النموذج هعمل جدول، هعمل زرار عن طريق الماكرو اللي احنا خدناه مع بعض لو نفتكر، عشان يعرض لي التقرير اللي انا عملته اللي فات. نشوف مع بعض هنعمل المطلوب ده ازاي على الجهاز. نركز مع بعض. قدامي اهو من كرييت، واتاكد ان انا واقف عند المجموعه فورمز نماذج، وهختار منها فورم ويزارد معالج النموذج اهو، وبعد كده هختار منها الجدول اهو بيانات الموظفون تيبل، وهضيف الحقول كلها من السهمين المتجهين ناحيه الشمال اليمين، وبعد كده هقول له نيكست. وبعد كده هسمي اسم النموذج وليكن هسميه نموذج الموظفون، وبعد كده هقول له فينيش انهاء. بعد كده زي ما انتم شايفين عمل لي النموذج ببساطة جدا اهو. هاجي اعمل بقى الماكرو
عشان اعمل زرار يعرض لي التقرير. هاجي عند كرييت واقول له من مجموعه ماكروز اند كود، وهختار منها ماكرو عشان انشئ الماكرو، وهدي له وظيفته قلنا فتح التقرير. يبقى يا اما اكتبها بالكيبورد يا اما اختارها على طول اوبن ريبورت اهو، بضغط عليها وهاجي هنا ريبورت نيم اسم التقرير اللي هيعرضه. احنا مش عاملين الا تقرير واحد اهو، تقرير رقم واحد مفيش غيره. وبعد كده عندي هضغط في اي مكان فاضي هنا كليك شمال كده، احنا قلنا له اللي عملنا الماكرو. هاجي بقى للنموذج زي ما انتم شايفين اهو اللي انا عامله، وهجيب من فيو وضع الديزاين فيو قدامي المنظر اللي احنا شايفينه. هسحب لتحت كده الجزء ده عشان ابدا احط مكان للماكرو او الزرار. هقفل الماكرو كليك يمين واقول له كلوز. طبعا لازم نحفظ الماكرو، هيقول لي رساله هقول له يس وهسميه وليكن باسم يدل على وظيفه الماكرو عرض التقرير، وهقول له اوكي. انشا لي التقرير النموذج الماكرو وحفظه لي على الشمال زي ما انتم شايفين اهو. هسحبه بكليك شمال واسحب سحب الالقاء دراج اند دروب، وهسيبه هنا زي ما انتم شايفين. وهجيب الوضع من فيو، هجيب فورم فيو عرض لي النموذج زي ما انتم شايفين اهو، والزرار لو جيت عنده وضغطت عليه هيعرض لي فعلا التقرير ويفتح معايا. طب تعالوا نقفل كليك يمين واقول له كلوز، هقفل المفتوح معايا التقرير وهضغط تاني فعلا فتح لي التقرير والزرار ادى الوظيفه المطلوبه منه بنجاح. يبقى احنا كده عملنا ايه في المطلوب ده؟ عملنا نموذج زي ما انت شفته من كرييت، وقلنا من المجموعه فورمز اخترنا منها اللي هي فورم ويزارد. وعملنا بعد كده بعد ما صممنا النموذج قال لي مطلوب برضو الجزء الثاني من المطلوب، اعمل لي زرار يعرض لي التقرير ويفتح معايا التقرير. اخترت الماكرو طبعا وعملت الزرار وحطيته في النموذج، بمجرد ما اضغط عليه بيفتح التقرير. تعالوا نشوف بعد كده التدريب اللي بعده ايه المطلوب مني فيه. تدريب رقم 2، احنا كده خدنا التدريب الاول ولم اغلب الاجزاء العمليه باذن الله. برضو هناخد تدريب تاني عشان ناكد مع بعض الاجزاء اللي احنا خدناها طول الترم. التدريب الاول بيقول لي من البيانات السابقه اللي هي تحتوي على كود الطالب واسم الطالب والشعبه والمادتين اللي قدامي دول اللغه العربيه والحاسب الالي. بيقول لي من البيانات السابقه المطلوب، اول مطلوب انشاء قاعده بيانات جديده للطلاب. بعد كده عايز ينشئ استعلام يظهر بيانات الطلاب في شعبة تسويق فقط بشرط أن يكون ناجح، علما بأن النهاية الصغرى بتساوي 25 درجة. يبقى نركز في النقطة التانية دي كويس جدا، لأنه بيقول لي هنا عايز ينشئ استعلام هيظهر بيانات الطلاب في شعبة تسويق فقط. يبقى كده حدد لي أول استعلام أهو، أول نقطة أول شرط إن هو يكون شعبة تسويق، ويكون برضو الشرط الثاني يكون ناجح ومديني النهاية الصغرى بتساوي 25 درجة. يبقى شرطين هنا لازم يتحققوا عشان يعرض معايا البيانات. المطلوب اللي بعده بيقول لي إنشاء وعرض تقرير مصدره الاستعلام السابق مع الفرز التصاعدي على أساس اسم الطالب. المطلوب الأخير وهو إنشاء نموذج العرض الجدول. نشوف مع بعض كده على مهلنا واحدة واحدة، ما نتلخبطش، نحل كل مطلوب على حدة. خطوات الحل، أول حاجة هنشئ قاعدة بيانات جديدة للطلاب. من تبويب فايل ملف، وهأكد برضو ان انا منشط نيو جديد ومنشط بلانك داتابيز، وعند فايل نيم اسم ملف قاعدة البيانات هسميه اسم الطلاب. وزي ما قلنا الفايل الاصفر هنا بيحدد لي المكان اللي هيتحفظ عليه، اللوكيشن هيتحفظ عليه اهو قاعده البيانات. واقول له كرييت انشاء، بيقول لي في ملف معمول بنفس الاسم هل تريد استبداله، هقول له يس عايز استبدل. وبعد كده هجيب قدامي اهو جدول واحد افتراضي تيبل 1 زي ما قلنا، قاعده البيانات بتحتوي على جدول واحد افتراضي. هجيب وضع ديزاين وبعد كده هختار منه اهو اسم الجدول اللي هيتحفظ بيه، اغير الاسم بيانات الطلاب وهقول له اوكي.
اتحفظ معايا بالاسم اللي احنا عملناه اهو، بيانات الطلاب. هبدأ في ادخال السجلات. اول حاجة عندي الحقول، اسم الحقل الاول وهو كود الطالب، ونوع البيان نمبر رقم، اسم الحقل اللي بعده وهو اسم الطالب هخليه تكست، واسم الحقل اللي بعده هيبقى الشعبة وتكست نص. بعد كده اللغة، المادة اللي هي اللغة العربية، وهتبقى نمبر او خليها تكست، مفيش مشكلة، تكست بيقبل ارقام وحروف طالما مش هعمل عملية حسابية، يبقى هخليها تكست. وحاسب آلي، وهخلي نوع البيان برضو عندي تكست نص، وقلنا زي ما قلنا النص بيقبل ارقام وحروف عادي. وخلاص احنا حفظنا البيانات عندي بتاع الجدول، وانشأنا زي ما انتم شايفين الجدول والحقول. هبدأ في ادخال السجلات، هضغط على داتا شيت فيو على عرض البيانات، وهبدأ في ادخال السجلات، كل سجل بالترتيب عندي. طيب انا عايز اجيب اتجاه الورقه معموله من الشمال لليمين، لا عايز اجيبه باللغه العربيه طالما اكتب بيانات عربي، يبقى من تيبل وفيلد بريز اهو خصائص الحقل، واختار منها الاورينتيشن وهقول له رايت تو ليفت، من اليمين للشمال زي ما انتم شايفين ما اتغيرش. ليه؟ لازم اقفل كليك يمين واقول له كلوز، وهضغط دبل كليك على البيانات الطلاب الجدول، فتح معايا فعلا بالاتجاه بتاعه من اليمين الى اليسار اتجاه اللغه العربيه. هبدا في ادخال البيانات، اول كود كود 101، واسم الطالب اهو، والشعبة بتاعته ادارة، واللغة العربية درجات اللغة العربية 41، والحاسب الالي 44. وهاجي عند كود الطالب اللي بعده 102، واسم الطالب والشعبة عندي شعبة تسويق، وهاجي عند درجات اللغة العربية وهقول له 25، وحاسب الآلي هقول له 48، وهاجي عند الكود اللي بعده، السجل اللي بعده 103، واسم الطالب سامي محمد، والشعبة بتاعته تأمين، شعبة تأمينات، وهاجي عند اللغة العربية 48، والحاسب الآلي 41. الكود اللي بعده 104، واسم الطالب هاجر أحمد، والشعبة تسويق، واللغة العربية عندي 42، ودرجات الحاسب الآلي 40 درجة. آخر سجل عندي 105، واسم الطالب أحمد محمود، وهاجي عند الشعبة وهقول له تسويق، واللغة العربية 45، والحاسب الآلي عندي 24 درجة. كده انا ادخلت السجلات عندي زي ما انتم شايفين اهو، عملت قاعدة البيانات، قسمت كل جزئية على حتة زي ما احنا متعودين، وعملت قاعدة البيانات وسميتها باسم الطلاب، وعملت الجدول وسميته باسم بيانات الطلاب، وبدأت في ادخال السجلات المطلوبة مني جوه الجدول، وبدأت في هبدأ كده انا اسست قاعدة البيانات، هبدأ بقى اشوف المطلوب اللي بعده اللي هبني عليه القاعدة البيانات. تعالوا نشوف مع بعض المطلوب التاني هحله ازاي. المطلوب التاني انشاء استعلام يظهر بيانات الطلاب في شعب التسويق فقط، وقايل لي هنا شرط مهم جدا، بشرط ان يكون ناجح علما بان النهاية الصغرى بتساوي 25 درجة. يبقى كده نركز، مطلوب مني اتنين شرطين اهو. الشرط الاول وهو انشاء استعلام، بيقول لي الطلاب يظهر للطلاب اللي هم في شعب التسويق زي ما قلنا بس، ويكون ناجح ومديني درجة النجاح بتساوي 25 درجة. على مهلينا نحل التدريب اهو. المطلوب الثاني الاستعلام هنشئه من كرييت، ومن كويريز هختار كويري ديزاين، وضع عرض استعلام التصميم اهو، وهضيف الجدول واقول له كلوز، هضيف هضغط دبل كليك او ضغطتين شمال بيتضاف معايا الحقول اللي انا عايز اضيفها، او ضفتها كلها مره واحده اهو بنجمه وسحبت، او بعد كده اقدر اسحبهم زي ما احنا قلنا، يا اما بضغطتين شمال يا اما بسحب معايا. عايز احددهم كلهم اهو، حددتهم وضغطت ديليت اتمسحوا معايا. يبقى في اكتر من طريقه زي ما احنا شفنا اهو، يا اما بضغط ضغطتين شمال بالماوس، يا اما بسحب وتحت السحب والالقاء. طيب
بعد كده هاجي المنطقة الجزء الخاص بالشروط criteria المعيار أو الشرط، هاجي عند الشعبة وبيقول لي اعرض لي اللي هما تسويق فقط، يبقى هقول له يساوي تسويق، اعرض لي اللي هما تسويق فقط. وعند اللغة العربية الشرط أكبر من أو يساوي 25، وهنا برضو أكبر من أو يساوي 25 درجة، يبقى هنا كده لازم يكون ناجح في الاتنين في الدرجتين ومن شعب التسويق فقط. هقول له رن عشان ينفذ لي، طلع لي فعلا اتنين اهو اسمين اهو وشعبتهم تسويق، وفعلا درجاتهم بتساوي او اكبر من 25 اللي هي درجة النجاح. كده عملنا اول تاني مطلوب الاستعلام، وبعد كده هقول له سيف عشان احفظ الاستعلام معايا كواري نيم، وهقول له هسميه بالاسم وليكن استعلام الطلاب، وهقول له اوكي. اتحفظ معايا على الشمال زي ما قلنا في لوحة التنقل معايا اهو، عشان تظهر معايا وقت ما انا احتاجها اقدر استدعي اي جزء او اي كائن محتاجه من قاعدة البيانات. يبقى كده زي ما قلنا عملنا خلاص، انشأنا قاعدة البيانات وعملنا الجدول ودخلنا السجلات، وبعد كده انشأنا الاستعلام، وقلنا ان الاستعلام في المطلوب اللي عندي في التدريب ده قايل لي فيه شرطين، اللي هو الشرط الاول بيساوي شعب التسويق، اعرض لي اللي هم في شعب التسويق بس. الشرط الثاني يكون درجاتهم ناجحة او هم ناجحين ومديني علما بان درجات النجاح بتساوي 25، يبقى عملت في الشرط عند المعيار او الكرايتيريا قلت له اكبر من او يساوي 25 درجة في درجة المواد الموجودة معايا، وعرض لي زي ما انتم شايفين التمرين وطلع بطريقة صح معايا. تعالوا نشوف المطلوب اللي بعده هنحله ازاي مع بعض. تالت حاجة إنشاء وعرض تقرير مصدره الاستعلام السابق مع الفرز التصاعدي على أساس اسم الطالب. يبقى عايز يعمل تقرير مصدره الاستعلام اللي أنا عملته اللي فات مع الفرز تصاعدي، يبقى تصاعدي على أساس اسم الطالب مع بعض على مهلين أهو. جيت عند كرييت ومن المجموعة ريبورتس تقارير، واخترت ريبورت ويزارد، ومن الاستعلام اللي فات اهو اللي انا عامله اتاكد ان انا منشطه، وهضيف يا اما حقل حقل كده يا اما الحقول كلها، وهقول له نيكست نيكست، وهاجي عند الجزء ده وهقول له اسم الطالب هو عايز يعرضه سيندنج تصاعدي على اساس اسم الطالب، واقول له نيكست نيكست. عايز اسمي اسم التقرير او اعمل له عنوان، هخليه وليكن تقرير الطلاب، وهقول له فينش انهاء معايا. طلع لي التقرير زي ما انتم شايفين اهو معمول ببساطه، اقدر اتحكم فيه في جزء هنا مش باين، يبقى انا هعدل فيه، هقفل وضع المعاينه من الاكس، وهجيب من فيو واختار لي اوت فيو، وابدا في انسق شويه شكل التقرير عشان يبقى منسق شويه عندي. هتحكم وليكن كود الطالب مش باينه كامله، هبدا اوسع في الخليه اللي قدامي دي وهسحبها، وهسحب الجزء ده برضو، وزي ما انتم شايفين اقدر عندي التاريخ اللي بيظهر معايا زي ما انا عايز، واقدر اشتغل في اي تنسيقات انا عايزها جوه التقرير، واقدر اتحكم زي ما انتم شايفين في التقرير، اقدر بعد ما عملت التقرير اقدر اعمل انسق فيه، اغير الالوان، اغير في حجم الخط، اغير نوع الخط، اغير في مكان التقارير او كل جزء كل حقل، اقدر اتحكم فيه ببساطة جدا لغاية ما يظهر الشكل اللي انا عايز اثبت عليه. وبرضو بعد ما خلصت اقدر اطبع التقرير واقدمه للجهة المختصة المطلوبة مني في التقرير. تعالوا نشوف المطلوب اللي بعده هندرس فيه ايه مع بعض. المطلوب الأخير عايز ينشئ نموذج عشان يعرض فيه الجدول. من بيانات الطلاب اهو، جيت عند بيانات الطلاب نشطتها الجدول اللي هو باسم بيانات الطلاب، ومن كرييت من المجموعة فورمز نماذج، وهضغط على فورم على طول بمجرد ما اضغط عليها زي ما انتم شايفين عمل لي النموذج ببساطة جدا اهو متقسم معايا، واحفظه من سيف عشان يثبت معايا. وهاجي عند اسم النموذج فورم نيم واقول له نموذج الطلاب، وهضغط على اوكي. اتحفظ معايا في الجزء اللي على الشمال نافيجيشن بين،
لوحة التنقل اهو، كل جزء جدول واستعلام ونموذج وتقرير، كل جزء ظاهر معايا زي ما انتم شايفين على حدة كده. احنا خلصنا التدريب التاني، احنا كده خدنا مع بعض تدريب اول وحلينا بطريقة، وخدنا مثال تاني بطريقة تانية ازاي نحل التدريب التاني برضو عشان نثبت اكتر معانا المعلومة. تعالوا نختم بتدريب اخير قبل ما نبدأ في الجزء النظري مع بعض. تعالوا نشوف التدريب التالت معانا هيتكلم على ايه. التدريب التالت من البيانات السابقة اللي قدامي دي اهي، تحتوي على حقول رقم المورد واسم المورد والفرع والرصيد السابق والمشتريات والمردودات، بيقول لي من البيانات السابقة المطلوب إنشاء قاعدة بيانات جديدة للموردين وإنشاء استعلام يظهر بيانات الموردين بشرط أن يكون المورد من محافظة القاهرة. يبقى هنا شرط، الشرط الأول. وبعد كده بيقول لي لا كمان هتعمل ايه مع حساب رصيد المورد، حيث ان بيقول لي هنا رصيد المورد بيساوي الرصيد السابق زائد المشتريات ناقص المردودات. يبقى كده هعمل في الاستعلام حاجتين، هعمل بيانات الموردين تظهر معايا بس بشرط ان هم يكونوا من محافظة القاهرة، وهحسب رصيد المورد ومديني زي المعادلة كده اللي قدامي اهي، رصيد المورد بتساوي الرصيد السابق زائد المشتريات و ناقص المردودات. تعالوا نشوف مع بعض المطلوب اللي بعده. عايز ينشئ ويشغل ماكرو يقوم بفتح الاستعلام السابق، الاستعلام اللي احنا هنعمله اللي قبليه. والمطلوب اللي بعده انشاء وعرض تقرير مصدره الاستعلام السابق مع الفرز التصاعدي على اساس حقل الرصيد السابق. واخر مطلوب انشاء نموذج لعرض الجدول. نركز مع بعض في التدريب ده، في شغل كتير شوية في الخاص بالاستعلامات والماكرو. هنقسم زي ما قلنا خطوات الحل. اول حاجه انشاء قاعده بيانات جديده للموردين، قدامي هنفتح خالص البرنامج من الصفر اهو من اداه البحث، واكتب اسم البرنامج. قلنا لو عندي ويندوز 10 او 7 برضو هقدر ابحث او من ستارت. مجرد ما كتبت اول اسمين او اول حرفين من البرنامج ظهر معايا وضغطت عليه. قدام البرنامج اهو متنشط على تبويب فايل ونيو وبلانك داتابيز، وهاجي عند اسم قاعدة البيانات زي ما احنا متعودين مع بعض، وهسميها الموردين. وقلنا الفايل الاصفر بيحفظ، بيحدد المكان او اللوكيشن اللي هيتحفظ فيه، وقلت له كرييت انشاء، انشأ معايا القاعدة البيانات. هاجي هجيب ديزاين فيو وبيقول لي اسم الجدول، هسمي الجدول او هحفظ الجدول باسم بيانات موردين، وهقول له اوكي. زي ما انت شايفين ظاهر معايا اهو، هسمي اسم الحقل الاول برقم المورد ونوع البيان هخليه نمبر رقم، واسم الحقل اللي بعده اسم المورد ونوع البيان تكست نص، والحقل اللي بعده الفرع تكست، والرصيد السابق وده هيبقى كرنسي عملة، وهاجي عند الحقل اللي بعده باسم المشتريات وهيبقى عندي كرنسي عملة، وبعد كده اسم الحقل الأخير وهو المردودات وهيبقى برضو كرنسي عملة. كده انا كتبت اسماء الحقول ونوع بياناتها. هجيب داتا شيت فيو وضع عرض البيانات، هيقول لي احفظ الجدول، هقول له يس حفظ معايا باسم بيانات الموردين. هبدأ بقى في ادخال السجلات عندي اللي موجودة معايا في التدريب. اول سجل عندي رقم المورد 1201 واسم المورد محمود ابراهيم والفرع الجيزة، والرصيد السابق 5000 والمشتريات 352000. طبعا ظاهر لي زي ما انتم شايفين، هبدأ اوسع مش مشكلة اهو عشان المساحة مش مكفية، هسحب هاجي عند السجل اللي بعده
1202، واسم المورد ياسمين صابر، والفرع القاهرة، الرصيد السابق 5500، والمشتريات 261000، والمردودات 4000. الرقم السجل اللي بعده رقم المورد 1203، واسم المورد أحمد محمود، والفرع الفيوم، والرصيد السابق 7000، والمشتريات 344000، والمردودات 3000 جنيه. السجل اللي بعده 1204، واسم المورد منى محمد، والفرع القاهرة، والرصيد السابق 6000، والمشتريات 155000، والمردودات 4500. السجل الأخير عندي 1205، واسم المورد سامي محمد، والفرع القاهرة، وعند حقل الرصيد السابق 6500، والمشتريات 251000، والمردودات 3000 جنيه. كده انا خلصت السجلات قدامي اهو، مليتها مع بعض معاكو واحدة واحدة، وبعد كده عملت اول حاجة انشأت الجدول، وبعد كده سميت الحقول بكل اسم وخليت كل نوع لحقل معين، وبعد كده بدأت في ادخال السجلات الخاصة بكل مورد. نشوف بعد كده المطلوب التاني. هنبدأ في إنشاء استعلام يظهر بيانات الموردين، بشرط أن يكون المورد من محافظة القاهرة زي ما قلنا، ومع حساب رصيد المورد. وقلنا رصيد المورد ده هحسبه إزاي، وقايل لي رصيد المورد هجيبه من جمع الرصيد السابق زائد المشتريات ناقص المردودات. تعالوا نركز مع بعض في النقطة دي كويس جدا عشان ما نتلخبطش فيها بإذن الله، ونقدر نحلها مع بعض أكتر من مرة. قدامي اهو من كرييت، وجيت عند كويريز استعلامات، وهاجي عند كويري ديزاين، ضغطت عليها، وبعد كده ظهر لي الجدول زي ما انتم شايفين في بيانات الموردين، وقلت له اد، ضفت الجدول وقلت له كلوز، قفلت. وبعد كده هبدا اضغط دبل كليك على الحقول اللي انا عايز اضيفها، دبل كليك شمال، ضغطتين شمال، اضافت معايا الحقول اللي انا عايزها تحت اهو. هاجي عند كرايتيريا او المعيار زي ما قلنا، والشرط اللي انا قايله لي في التدريب بيقول لي عند الفرع من كرايتيريا، واقول له يساوي القاهره، اعرض لي اللي هم من فرعهم بيساوي القاهره، وعايز يعمل حقل محسوب اهو. هضغط كليك يمين عند اخر جزء فاضي، وهقول له بيلد شقه او بناء، وهاجي عند هنا ابدا زي ما انتم شايفين مش ظاهر معايا ليه. هاجي عند الموردين بضغط عليها، واجي عند تيبل، واجي بيانات الموردين اقدر اسحبها اهو، ظهرت معايا. هبدا او قايل المعادله الرصيد السابق زائد المشتريات مطروح منه ناقص المردودات عشان اطلع رصيد المورد. عملت الجزء المدهوني في التدريب، الرصيد السابق زائد المشتريات ناقص المردودات، وقلت له اوكي. بعد كده اهو زي ما انتم شايفين هسمي اسم الحقل ده، هاجي عند الكابشن تسميه او الوصف، هسميه باسم رصيد المورد. الاسم اللي هيظهر معايا للحقل ده لما يجي ينفذ هقول له رن تنفيذ عشان يطبق معايا اهو. زي ما انتم شايفين طلع لي فعلا الموظفين اللي هم ثلاثه دول من فرع القاهره. هوسع البيانات زي ما انتم شايفين ظاهر شباك كده، يبقى البيانات مش مكفيه معايا المساحه. زي ما انتم شايفين طلع معايا اهو ثلاثه من فرع القاهره، ورصيد المورد عمل لي حقل جديد اهو احنا انشاناه باسم رصيد المورد، جمع لي عليه الرصيد السابق زائد المشتريات مطروح منه المردودات، وهقول له سيف عشان احفظ الاستعلام. هسميه باسم استعلام المورد، وهقول له اوكي، حفظ معايا الاستعلام زي ما انتم شايفين تحت اهو في شمال الشاشه باسم استعلام المورد.
يبقى احنا كده عملنا ايه؟ نركز مع بعض، خدنا التدريب، عملنا قاعدة بيانات، وبعد ما عملنا قاعدة البيانات عملنا الجزئية اللي فاتت دي، عملنا ازاي انشئ استعلام فيها اكتر من شرط. زي ما قلنا الشرط الاول كان هو قايل لي اعرض لي اللي هم من محافظة القاهرة فقط، وبرضو قال لي اعمل لي عملية حسابية عايز يجيب منها رصيد المورد. جمعنا الحقلين اللي هو الرصيد السابق والمشتريات، وطرحنا منه المردودات، طلع لي رصيد المورد، وسميناه في الجزء الخاص بالكابشن باسم رصيد المورد. تعال نشوف مع بعض الجزئية التانية. ازاي على الجهاز؟ اهو من كرييت، نركز مع بعض على الجهاز اهو، ماكروز اند كود. ومن الماكرو هاجي عند الجزء الخاص بالماكرو اللي انا هنفذه، وهختار منه الجزء اللي هو اوبن كويري، فتح الاستعلام، وهختار منه اسم الاستعلام. هو انا مش عامل الاستعلام واحد معايا، مسميه وحافظه باسم استعلام المورد، هيظهر معايا على طول بمجرد ما اضغط. واجي عند الجزء الخاص بال، خلاص انا عملت الوظيفه، هقول له رن، طبعا هيظهر لي الرساله ان انا لازم احفظ الماكرو قبل ما يشغل. هقول له يس، وسمه لي زي ما قلنا باسم دل على وظيفته، هقول له سمه لي تشغيل الاستعلام، وهقول له اوكي. شغل معايا زي ما انتم شايفين اهو، هقفل كليك يمين واقفل كل المفتوح، هسيب بس الجدول، وهاجي عند تشغيل الاستعلام. مجرد ما اضغط عليه كليك يمين واقول له رن تشغيل او تنفيذ، فتح لي على طول استعلام المورد. يبقى عملت الماكرو وظيفته يفتح لي استعلام المورد اللي انا عملته في المطلوب اللي فات. نشوف مع بعض المطلوب اللي بعده، انشاء وعرض تقرير مصدره الاستعلام السابق مع الفرز التصاعدي على اساس حقل الرصيد السابق. هنعمل المطلوب ده ازاي على مهلنا اهو؟ برضو من كرييت وريبورتس تقارير، هختار منها ريبورت ويزارد، وهاجي عند الاسم اهو، اتاكد ان انا واقف عند الاستعلام اللي فات استعلام المورد، وهضيف الحقول اللي انا عايزها او اضيفها كلها من السهمين، واقول له نيكست نيكست. وهاجي عند اسم الحقل هنا اللي عايز اعمل له فرز تصاعدي على اسم الرصيد السابق، هنا اسندنج اهو، واقول له نيكست نيكست. هنا عايز اسمي التقرير باسم وليكن تقرير المورد، لو مش مديني الاسم في التدريب هعمله انا، واقول له فينش، انهاء انشا لي التقرير. زي ما انتم شايفين بس في شويه لخبطه، مش ظاهره حاجات وحاجات متلخبطه معايا، هبدا انظمه زي ما انتم عارفين بنرتب التقرير ازاي. هقفل كلوز برنت بريفيو وضع المعاينه، وهجيب من فيو واقول له لاي اوت فيو وضع العرض اهو، وهاجي عند اسم المورد اسحبه شويه كده عندي، والمشتريات دي طبعا مش ظاهره فهتظهر معايا شباك، هبدا اسحب اوسع شويه عشان البيانات تظهر معايا. كل دي تنسيقات طبعا احنا نقدر نظبط بيها الشكل العام للتقرير. والمشتريات هسحبها شويه كده بكليك شمال واسحب، وعند المردودات برضو، وهاجي عند الجزء الخاص بيه وهوسع برضو في جزء مش ظاهر، ورصيد المورد عندي اخر حاجه، وهنا برضو الجزء ده الرصيد السابق ورقم المورد واسم المورد، مش محتاج المساحه دي كلها، ضيقها شويه. وهاجي عند رقم المورد هسحب شويه عشان المساحه تظهر. زي ما انتم شايفين التقرير اتنظم شويه معايا عن الاول، كل جزء تحتيه البيانات الخاصه بيه، طبعا كل دي تنسيقات اقدر انظم منها زي ما انا عايز زي ما انتم شايفين، وعرض لي التاريخ تحت ورقم صفحات التقارير. وبعد كده لو عايز احفظ طبعا التقرير اهو ظاهر معايا هنا اهو محفوظ باسم تقرير المورد من سيف في شريط ادوات الوصول السريع. وبعد كده خلصنا التقرير المطلوب مني. اخر مطلوب وهو انشاء نموذج يقوم بعرض الجدول. قدامي تقرير المورد اهو، هقفله كليك يمين واقول له كلوز، بيقول لي خلي بالك انت عملت تغييرات عايز تحفظها، هقول له يس،
وبعد كده هقفل ده برضو الاستعلام، بس معايا الجدول اهو اللي انا عامله بيانات الموردين. هاجي عند كرييت واقول له من المجموعة فورمز، هضغط على فورم عشان ينشئ معايا زي ما انتم شايفين النموذج ببساطة جدا زي ما احنا عارفين ازاي بنشئ. وهضغط على سيف اداة الحفظ في شريط اداة الوصول السريع، وهسمي النموذج باسم وليكن نموذج الموردين، وهقول له اوكي اتحفظ معايا وظاهر معايا في الجزء اهو كل حاجة، الجدول اهو والاستعلام اهو والنموذج والتقارير والماكرو تحت خالص، كل حاجة متنظمة عندي في قاعدة البيانات جوه برنامج الاكسس. كده احنا اتمينا الجزء العملي الحمد لله، خدنا 3 تدريبات مع بعض وخدنا اشكال مختلفة لكل تدريب، ازاي بنحله وازاي بننشئ الاول قاعدة البيانات مع بعض، وازاي بعد كده اقدر انسق الجدول وابدأ في ادخال السجلات والحقول عندي، وبعد كده ازاي بقدر انشئ استعلام بالشروط اللي انا عايز اعملها جوه قاعدة البيانات، وبعديها ازاي بننشئ تقرير وفق الشروط اللي انا عايز اظهرها فقط في التقرير او الترتيب اذا كان تصاعدي او تنازلي على اساس اي حقل، وبعد كده خدنا ازاي بننشئ نموذج، وبرضو خدنا ازاي بننشئ ماكرو او زرار وظيفته يقدر يعمل اي حاجة جوه قاعدة البيانات اذا كان يفتح النموذج او يشغل استعلام او غيره زي ما احنا خدناه مع بعض في التدريبات العملي. تعال نشوف مع بعض بقى التدريبات النظري، ناخد شوية تدريبات كده ونشوف مع بعض ازاي هنقدر نحلها مع بعض واحنا شغالين. تعال نشوف التدريبات. اول حاجة نفتكر مع بعض كده، اول حاجة خدناها في برنامج قواعد البيانات اكسس، نفتكر مع بعض في الحلقة اللي فاتت، اول حلقة خدناها مع بعض، قلنا برنامج قواعد البيانات اكسس اول حاجة بتقابلنا بعد ما عرفنا البرنامج قلنا ايه هي مميزات برنامج قواعد البيانات. نفتكر مع بعض كده، اول ميزة انه بيوفر لي معالجات ومربعات حوارية اقدر بتساعدني في انشاء التقارير والاستعلامات وغيره والنماذج، وبعد كده بانه بيعمل تحت بيئة نظام التشغيل ويندوز لما يوفره من قوالب بتسهل لي على المستخدم وعلى الشغل معايا، وبرضو من ضمن مميزات البرنامج ان هو امكانية تبادل البيانات ما بينه وما بين البرامج الاخرى، وبرضو اقدر اعمل استبدال للبيانات عندي، اعمل حذف او تعديل للبيانات او غيره او استبدال، وبرضو من ضمن المميزات ان هو بيقدر يبحث او يستعلم عن اي معلومة عندي جوه قاعدة البيانات واقدر اعرضها ببساطة جدا جوه قاعدة البيانات. ومن ضمن المميزات وميزة مهمة جدا انه بيوفر قوالب جاهزة للمبتدئين اقدر عن طريقها اصمم قاعدة بيانات او جدول جاهز للمستخدمين اللي هم مبتدئين في البرنامج. تعالوا نستعرضهم مع بعض على الجهاز. اول ميزة انه بيدعم اللغة العربية مما يوفر امكانية انشاء تطبيقات زي ما قلنا قواعد البيانات باللغة العربية. تاني ميزة انه بيوفر قوالب جاهزة للمبتدئين مما يسهل انشاء قواعد البيانات. من ضمن المميزات زي ما قلنا انه بيعمل تحت بيئة نظام التشغيل ويندوز وما توفره من عناصر رسومية وادوات تسهل عمل المستخدم. بيوفر معالجات ومربعات حوارية برضو بتساعد المستخدم في انشاء الجداول والنماذج والاستعلامات والتقارير. المربعات اللي بتظهر معايا واحنا شغالين بننشئ بمجرد ما اضغط كرييت مثلا واقول له فورم او ريبورت ويزارد بيظهر لي مربع حواري كانه بيعمل حوار معايا وانا شغال اقدر اشتغل وانفذ المطلوب اذا كان جداول او انشئ نماذج او استعلامات او تقارير. الميزة اللي بعد كده من مميزات البرنامج الاكسس سهولة البحث والاستعلام عن بيانات زي ما قلنا ومعلومات مخزنة في قاعدة البيانات، يعني ببساطة جدا اقدر استعلم عن اي زي ما احنا خدنا في التدريبات العملية من شوية قلنا اقدر اطلع لو عندي شركة كبيرة فيها موظفين مثلا عايز اطلع اللي هم موظفين محافظة القاهرة بس، اقدر احط الشرط اللي انا عايزه في الاستعلام واقول له اعرض لي الموظفين اللي هم من محافظة القاهرة، وليكن عايز اعرض الموظفين مرتباتهم فوق ال5000 جنيه مثلا، هيظهر لي معايا بالاستعلام اللي انا اقدر اعمله جوه البرنامج، يبقى بيسهل البحث والاستعلام داخل قاعدة البيانات. الميزة اللي بعد كده وهي المرونة في تعديل البيانات
يعني ايه؟ يعني اقدر اضيف بيانات، احذف بيانات قديمة واستبدلها ببيانات اخرى عندي جوه قاعدة البيانات. وبرضو اقدر اعمل امكانية تبادل البيانات مع البرامج الاخرى، زي ما قلنا اقدر ابادل البيانات جوه قاعدة البيانات في الاكسس مع برامج تانية زي الاكسل والوورد ومع قواعد البيانات الاخرى اللي هي تبع الاكسس. طيب النقطة اللي بعد كده، وهي بيقول لي اذكر مراحل التصميم الجيد لقواعد البيانات. ركز مع بعض، نفتكر مع بعض كده خالص. احنا قلنا ان في اجزاء قبل ما انشئ قاعدة البيانات عندي، قبل ما انشئها عملي على الجهاز، لازم اخطط ليها صح عشان تطلع معايا مظبوطة وما يبقاش فيها اي اخطاء، او يكاد يكون الاخطاء مش موجودة خالص. طيب ايه هي الخطوات دي؟ اول حاجة قبل ما اعمل قاعدة البيانات لازم احدد الهدف من قاعدة البيانات. انا عايز انشئ قاعدة البيانات ليه؟ يبقى اول مرحلة او اول خطوة تحديد الهدف من انشاء قاعدة البيانات. بعد ما حددت الهدف من انشاء قاعدة البيانات، هبدأ في العثور على المعلومات المطلوبة لقاعدة البيانات. هبدأ اجمع البيانات المطلوبة عندي واحطها في قاعدة البيانات واجهزها. بعد كده هبدأ في تقسيم عناصر المعلومات دي في صورة جداول، كل جدول مختص بالجزء الخاص بيه زي ما قلنا مع بعض. وليكن انا عامل، لو في مدرسة هعمل جدول خاص بالطلاب وجدول خاص بالمواد وجدول خاص بالمعلمين. قسمت قاعدة البيانات في صورة جداول، كل جدول مختص بالأجزاء الخاصة بيه. المرحلة اللي بعد كده أو الخطوة اللي بعد ما قسمت عناصر المعلومات في صورة جداول، هبدأ أقسم المعلومات دي في صورة، أو هعملها في صورة أعمدة، هعمل لها أعمدة جوه الجدول. وبعد كده هبدأ في تحديد المفاتيح الأساسية جوه قاعدة البيانات وجوه الجدول. وبعد كده هشوف إزاي هبدأ أربط الجداول، هبدأ في إعداد علاقات ما بين الجداول وبعضها البعض، هشوف إيه العلاقات اللي هعملها جوه قاعدة البيانات بين الجداول وبعضها البعض. وبعد كده هبدأ في أشوف إدخال تحسينات على التصميم، لو في أي تحسينات عايز أعملها على التصميم محتاجة تتعدل هبدأ أصممها. وآخر حاجة هبدأ في تطبيق قواعد التسوية جوه قاعدة البيانات. يبقى زي ما قلنا مع بعض مراحل التصميم الجيد لقواعد البيانات. أول حاجة بحدد الغرض أهو من قاعدة البيانات. بعد ما حددت الغرض من إنشاء قاعدة البيانات، هبدأ في تجميع البيانات المطلوبة عندي وأنظمها جوه القاعدة، وهقسم المعلومات في صورة جداول. وبعد كده هحول عناصر المعلومات إلى أعمدة، وهبدأ في تحديد المفاتيح الأساسية. وبعد كده هبدأ في إعداد علاقات الجداول، وهبدأ في إدخال تحسينات على التصميم وتطبيق قواعد التسوية جوه قاعدة البيانات. دي كانت خطوات التصميم الجيد لقاعدة البيانات. احنا قلنا قبل ما انشئ اي قاعدة بيانات، او قبل ما ابدأ انفذ حاجة عملي، لازم اخطط ليها كويس جدا عشان تطلع معايا مظبوطة قبل ما ابدأ في التنفيذ الفعلي ليها. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي ايه. اذكر انواع العلاقات في برنامج قواعد البيانات اكسس. نفتكر مع بعض كده، احنا قلنا العلاقات عندي ما بين الجداول وبينها وبعض جوه قاعدة البيانات تنقسم الى 3 انواع، وهي رأس برأس 1 to 1، ورأس بأطراف 1 to many، وأطراف بأطراف many to many. دي الـ3 أجزاء الـ3 علاقات، وهي علاقة رأس برأس و1 to 1 زي ما قلنا، ورأس بأطراف 1 to many، وأطراف بأطراف many to many. للأسف حلقتنا خلصت مع بعض. احنا خدنا مع بعض، يا ريت تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهارده. حلقتنا فيها تدريبات كتيره جدا، خدنا فيها تدريبات عملي، وخدنا 3 تدريبات، وحلينا كل تقريبا التدريبات شامله المنهج كله العملي، وقلنا بعض التدريبات والاسئله، وخدنا ازاي نجاوبها الاسئله النظري. اتمنى تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهارده. نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.